واحد السلام عليكم، انتم كي دايرين؟ ولاباس عليكم قباله، واش التهمة واش كي دايرين كاع؟ لطيفة راه في بني ملال، سيرة كتسارق عند خوتها. عماية اليوم بنت خويتي، وعماية بنت خويتكم، بنت خويتكم والفنان المسمومات المساميم الصقعين. الصواب عندنا في عبدة، كنقولوا للمرأة الكبيرة خويتي، نقولوا لها حبيبتي، ونقولوا لها نانا، ونقولوا لها دادا، ونقولوا لها امي لالا. والراجل كيقولوا لي عزيزي بحال انا. اش كتقولوا لي الدريات؟ عزيزي. تصنطوا القهوه المسمومات في قلوبكم. با سيدي، بابا، سيدي، خويي، كنقولوا الراجل الكبير خويي، والمراه الكبيره نقولوا لها خويتي. دخلوا لودنيكم حبوا الف وما اش كتقول، بغيتكم تقلوا ما تحباب العبدي، بغيتكم كي النجمه حلات والقمر لا ضوات والشمس لا شرقات والشمع لا شعلات، غبيتكم كيف النواره في الارض المختاره، عمر بشرتكم ما تخسر، عمر نوارتكم ما تدبل، بغيت ربي يعلي شانكم ويوقف علامكم ويزين مقامكم. العيالات اللي دويتو عمايا وقلتوا لي الدعاء معانا، راني غادي للطيفه وغادي للجدبه وغادي نجدب وغادي نطوف. واحد الصداقه فيها 60 كيلو ديال اللحم و70 طير ديال الدجاج، 70 فركوس نقولوا حنا. دريات اللي كتسولوني الدجاج شحال يكون فيه، انا ما كنفوت فيه جوج ربع جوج كيلو، هز ليا الدجاج رقيق تحطوا ثلاثه اربعه في الطبسيل عشا الملك. داك الدجاج ديال جوج اونص بساعد مول الميزان، بساعد البيع والشراي، اي بساعد تقل. الا غناخد 50 طير غليظه ناخد 60 طير رقيقه، روني ونفس الميزان ونفس الثمن غتقام عليكم. كتبت ليهم في العطريه نص كيلو ديال السكنجبير، نص كيلو ديال الخرقوم بلدي، رابعه ديال البزار، رابعه ديال القرفه، رابعه ديال المروزيه، 30 درهم بسيبيسه وقع قول لهم خلطين بحال 15 درهم. كتبت ليهم 5 صاشيات ديال ضامه الزعفران، ثلاثه غنخدم بهم الدجاج وجوج غادي نخدم بهم اللحم. اطروق ديال الزهر بالعامري كنصب منه وكندير منه في التعسال ديال البرقوق. تقريبا كتبت ليهم انا 6 كيلو ديال البرقوق كافيه، الله يجعل البركه، ما بنادم غياكل على البرقوق. كرطونه ديال 3 كيلو كنخرج منها 10 طباصل، كنولدها 10 طباصل كافيه، مع رشه ديال الجلجلان ولا اللوز ولا شويه المشمش الا كان متوفر وكان موجود مرحبا. بالنسبه للزيتون ما كنفوتش 3 كيلو 4 كيلو في هذا العدد، 3 كيلو كافيين الا كان خضر مجعوب، الا كان حمر ديروا 4 كيلو لان الحمر العلفه كتكون ثقيله على اللي خاوي. جوج كيلو ديال الحامض مصير ما كنديرهاش كامله، علاش كنديرها؟ كنديروا بها الزواق انا والفنان، انا ما كنفوتش هذا القياس كامل، ثلاثه الحامضات مرقدات واربعه خضرات يكونوا صغارات ولميانات. كانوا الحامض كبير كندير ثلاثه مرقدين وثلاثه خضرين كنطحنهم. الملح ما كنديرهاش بتاتا في الدجاج. الدريات راه ما كنديرش الدجاج فيه الملح، الدجاج كيبقى يحكوا فيه مولي العراس بالملح، كيصاحبوا الملح هي شي كيخرجوا عليه. اللي بغى طريقه الغسيل ديال الدجاج راه عندي، اللي بغى المقادير ديال 60 كيلو 70 كيلو 60 طير او 70 طير او 80 طير او طير او جوج طيور او ثلاثه، راه كلشي عندي في القناه، راني حاط لكم العجب المتعجب باش تكون سيصوني ليا. المهم تابعونا ان شاء الله غادي ندور القلعه في الوكاكده. صدقة عاد شي ناس معرفة، اللي مات الله يرحمه وينعمه بالجنة، واللي باقي حي الله يطول في عمره، واللي بغى الولاد الله يطلق حزامه، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واللي في شي ضيقة الله يفاجئ عليه. والمهم كاملين ان شاء الله مرحبا بكم الدريات. راني كنشوفوا البنات اللي معايا، ما كنمشيو كنا غاديين الصباح ما كنمشيو حتى كنمشيو مزندينا من داري، كنفطرهم نوكلهم نشربهم نديهم، الناس ما مسالين لينا قليل وقليل، وحنا فينا واحد الطبيعي الا قعدنا تبدينا خدامين صافي الماكله مشات، وسيرتهم اللي كتزند الفرينه الراس كيعمر ما كتبقاش قد تاكل. اللهم كول في دارك حتى الا مشيتي عند الناس حطوا لك شي حاجه بكري، قديتي عليك ولا ما قديتيش المهم راك واكل. تحيه للمغاربه كاملين، تحيه للمولين العرس كاملين، الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم. تحيه للمولين الصداقات، الناس اللي كيعيطوا علينا، الناس اللي كيوثقوا فينا، الناس اللي كيدخلونا لمحالاتهم، الله يدخلكم الرزق. حنا بغينا كل خطوه كنخطوها وغادي لشي بلاصه يتبع الخير والخمير، يفيض خيرنا وخيركم على جميع الامه الاسلاميه يا ربي، حتى واحد ما يبقى بلاش. ومرحبا بكم دخلوا عمانه
ناكلوا السكسو والدنجال ضروري الدنجال الفنان الفنان تاكل على الدنجال. المهم مرحبا بكم مرحبا بكم والف مرحبا وراني بوكم العمدي راني عبوكم العمدي عروبي انا راه عروبي زيد في كازابلانكا والدي ما في بنورش بميريزكو. المهم عروبي مرحبا بكم دخلوا دخلوا عمانة تاكلوا ونتبعوا الطريق ربما نكون عطيتكم شي مقادير وكذا ودخلوا. المهم راه كاين ما يتخربق كاين 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 ما يتخربق. انا هذا العدد اللي عطيتكم ديال العطريه ماشي غادي نطيب بها هادشي راه رابعه كافيه قل من رابعه كافيه في هاد 70 طير ديال الدجاج 100 ديال الدجاج كنخدمها برابعه من العطريه. العز بكم والباقي خبولات. وليلى كوكو انا غنمشي هاي غنمشي للبطيطيش درك راني غادي تولى البطيطيش. مرحبا بك ابت خويتي مرحبا بك الفنان ربي يخليك. شوفي راه الربيع درته من الفوق والدنجال الدنجال الفنان درت لك الدنجال والدنجال كي دايرين غبرت واش تي الوقت اللي غاب مابقاش تسولوا فيا بقيت عيطتي مابقيتيش ايوا راه مابقاتش الخدمه راه حنا وقفت الوقت ما نعيطوش بعدا ياك وما انا ما نكذب عليكم مابقاش عندي حتى باش نديروا الروشارج الواي فاي راه ما مخلصوش درك شهرين وحنا عندنا. المهم مرحبا بكم نشوفوا بنياتنا اللي في الامارات واللي في السعوديه واللي في فرنسا لا بغا يرفعوا علينا العواشر هادي ها رحمه ونور على والديهم وخا باش نشرو التمر ونشرو الشباكيه. المهم مرحبا بكم حنا عا كنضحكوا خيركم في ديوركم. شوفوا المتبعين انتم الغدا ديال الدريات قبل ما نديهم الخدمه عندنا صداقه. فنان انت كي دايره قباله الحمد لله كي داير ولد بوشكاره كي داير عبد الملك وكي داير خالد وكي داير امي هشومه كلشي لاباس وبابو جمعه كلشي لاباس. المهم دنجراني درتو لك ايوا راني فورت لك ابنيتي ها انت راه كنت باغي نطيب لك الطاجين الملكي ها وكنت باغي نطيب لك الطاجين الملكي ولكن اللي ضيق الوقت اللي ضيق الوقت. المهم مرحبا بكم هنا سوسن بنتي هي كتلعب مح على الزين. شوفوا بنتي شوفوا محيحه شوفوا واش كديره بنتي راه طبيبه انتم راه طبيبه سيره كدوز الدبدوب شوفوا الالعاب ديالها اي هاي على سوسن محيحه بنتي جات من السكويله جات اللعاب وبوكم العروبي هانتوما راه كلشي بلدي بوكم العروبي. وسوسن شكون الزين شكون الفن شكون البقوصه سعدي بنتي سعدي. وهنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا حنا غادي نقابلين طريق السلامه الله يوصلنا على خير عدد الناس والله يجعل لهم هذه الصدقه لله وتابعونا اخوتنا المغاربه حتى نوصلوا الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء كيف ما كتشاهدوا الارض راه لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى والله يغيثنا ويغيثكم ويغيث هذه الارض من اجل الطيور ومن اجل البهيمه والله يرحمنا الشيء اللي كنتمناه. منطقه عبداق منطقه زوينه عندها تراب الجوده والتيرس ولكن للاسف الشديد الماء ما كاينش الله يرحمنا الله يرحمنا بتساقطات المطريه. انتم كيف ما كتشاهدوا الناس راه زرعات وخسرات فلوسها وخسرات رزقها ولكن للاسف الشديد ما كاينش. وحتى بعض المناطق عندنا هنا مثلا ما كاينش الماء يعني عندنا الغرق وكتلقى الماء ما كاينش وكنتمنى والله سبحانه وتعالى ويدير شي تاويل ديال الخير لجميع العباد الله يرحمنا برحمته. دابا حنا وصلنا للدار ان شاء الله ديال العمل ان شاء الله. المصريه اللي فين دخل كيف ما كتشاهدوا هما الدجاج غاسلينو مصوبينو كلشي جابوه لينا 70 طير ديال الدجاج. هنا فين غادي نخدموا هانتوما الفنان فخر كسكسو قالت لك عرقتها بصحتك الفنان. هنا هادي هي الاقامه هانتوما نص كيلو ديال الثومه ضروري من الخرق ملون هانت هنا خرق بلدي هذا السمن السمن السكنجبير المروزيه هادي الهريسه والبزاره الهريسه والبزار القرفه ما كايناش الفنان اللحم باش نعسلو كلشي كاتبوا ليهم اللي دابا هز نق هزو معقلنا نصبوا بهم ولا شي حاجه. المهم هنا كيف ما كتشاهدوا الزيتون ضروري من الماء القنيصات هما يتسلقوا هما الاولين والماء طيب والدجاج ها هو راه مصحوب وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا.
هنا راه كنقاد في الدجاج باش يثبت. هاي الفروج من حطيتها ديال ديال العود هادي هنا غادي نبدا نمرق به المطيب. ديما كنقول لكم المطيب كيعاون الدجاج لانه دغيا كيتجمع. الجلده ما كتحيدش ليه. ما كنخويش فوق الدجاج مباشره، كنهز الفروج بيدي وكنخوي في بلاصتو في البلاصه ديال الفروج، عاد كنرجعو. الا خويتو الماء بارد ولا طيب فوق الدجاج كيتغسل، كنقولو كتمشي لديك المرقه ديالتو، لا خاصها تبقى فيه باش ملي كيبدا يتجالب كتدخل وسط منو كتوغل. الدجاج راه ماشي في الشرط حتى نشدوه ونشرملوه وندخلوه في العطريه، انا الا غيجيبني غيجيبني. شد على العطريه ست فوق في الطناجر خويا فوق منو الا كنتي روطال. كنتي معطله ست في الدجاج في الطناجر، جمعي العطريه طحني كلشي في مولينكس، خلطي العطريه بيدك هزي خويا عليه من الفوق وبدا يدخلي في العطريه مشرملي في الطنجره. حطيه غلا مرقيه نص تمريقه، جيت للطنجره بحال هكايا المغرفه هكايا. السلام عليكم. السلام. الله يعاونك خويا علي. الله يحفظك يا بابا. الله يعاونك. الله يحفظك. كندير هك وكنبدا نخوي بحال هكا. هنا توغلات وسط منو العطريه، هذيك العطريه دابا كتدخل وسط منو ومنها كتزاد. عاد غادي نكمل ليه التمريقه ونغطيه. تابعوني ان شاء الله. هنا كي قلت لكم ها انتم نص التمريقه ها هي هنا. شوفوا الدجاج هذا هو سقيته من الفوق وهذا باقي ما سقيتوش. شوفوا كيفاش كتجي. عجبت خوتي؟ اجي عادي شدي لي شدي شدي هكاك هزي ليا هزي هزي القط. قعدي 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 هانتو. شوف 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 لاصوص كيف كيكون هانتو. هادي نص تمريقه ها باش منها كيشد اللون ومنها الدجاج كيتجمع ما يتشتتش ما يتحلش. قاعد يا بتخوت زين صافي حطي صافي. وغادي نكملوا لي دابا التمرق ديالو. هنا كي قلت لكم كتشدوا هذا الدجاج بحال هك وكديروا ليه هكا باش الجلده ما تحلش ما تلصقش الجلده. شوفوا لاصوص باش الجلده ما تلصقش في الدجاج هانتوما. شوف المطيب كيساعد الدجاج انه هنا هانت شوف يعني باقي يلاه يلاه سقيتوها. شوف شوفوا الجلده الا خليتو الدجاج بديتو بحال غادي نتقلوه كتلصق لكم في القاع. شوف هادو هما الاسرار. عليكم السلام ورحمه الله. صافي ونفس الطريقه هكا الله يعطيك الخير. خالد هذا ولا شكون؟ كي داير اخويا بخير؟
وانا هدور باقي كنجي لهادشي عائله من غيركم انتم ودار عمك. السلام عليكم. ها ياك انا فكيت مع مالي مع الدوار بمالي الا انتم. كي قلت لك هانتم شوفوا الصدر ما كيتشركش ليه الجلده. شوف شوف كياخذ اللون داك اللوين ديال التحمار من الديبار الا شديتوه عطيتوه الماء كامل عمرتو عليه الماء خليتو يلعب كيولي بحال المسلوق. شوفوا الجلده ها هي ما تسلقت ما تلصقت ما والو وراه هذه هي الطريقه قال الفال عجبني الحال. شوف 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 هنا نجي لهاد الفراغات الفراغات صافي الماء ضروري الدهر يبقى عريان الدهر يبقى عريان باش ما يتحلش ومنها لان الدهر ما فيهش اللحم الدهر دغيا كتدخل ليه يعني غير الفابور كيطيبو راه فيه الاقامه. هنا صافي وديما كنقول لكم عبروا جوج الصباع بحال هكا جوج الصباع تقطعوا البنات كتقول لي كيفاش جوج الصباع هانت عبري جوج الصباع من هنا خلي جوج الصباع من هنا من الكتفه ها خلي من برا ماشي من الكتف لداخل. شوفي هاد العنق هاد العنق الا شديتيه كفرتي فيه من هنا كيتحل لك الفروج من هنا كيتحل الا خليتي فيه جوج صباع على برا عاد قطعتي الكماله صافي ها شوف كلهم بحال هذا لا هذا كافرين فيه شوف هذا دابا كافرين فيه شوفوا الكسر هذا الا ما حاولناش عليه غادي يتقطع صافي دابا نغطوا الدجاج ونخلوه يطيب مولات الفايانس هانت هانت مولات الفايانس اللي قالت لكم الفايانس قالت لي خصك دير الفايانس هانت يا كويتي راني رشيت وشطر دابا غيجي المعلم ها شوف باش غيركب لي الرخام فايانس قدام كلشي ولاو المغاربه دايرينو حنا غادي نديرو داك الرخام القديم ديال العهد الاندلس هايه ملي كانوا الاندلس اندلس تما راه تصبصو اكثر منكم بعد الملحدات ها شوف ابنيت راه غندير الرخام هنا وانا بغيت لك عدلوا لي شافك يدفن من عدي هاد الدجاج هو سيطيب الزيتون هانتوما الفرينات كلشي كلشي مستتف والرشان شوف ابنيتي في الخدامة غندير القبص هنا غادي ندير القبص وهنا بغيت ندير واحد الحيط ديال الرومان داك الرومان وهنا غادي ندير سميتو غادي نبني اش كيقول ليه الأهرام ديال أخناتون أخناتون هنا غادي نبني ان شاء الله الاهرام وهنا غادي ندير دوك الحيوط ديال الرومان وهنا غادي ندير الرخام اللي كان في القصر ديال الملكه عليسا اللي كاين في قرطاج غادي نجيبو تا هو نبني به هنايا ان شاء الله وهنا الرخام ديال الاندلس داك الاندلس داك الرخام الزوين اللي كان عليه الرقي ما الفايانس دابا كلشي المغاربه ولا دايرين الفايانس علي ناض دار الفايانس لا في الحيوط ولا في الارض انا بغيت ندير شي حاجه اللي ما كايناش فهمتي هانت هات كويتي وجي شاركي معنا واحد كويت ديال اتاي ضحكوا المغاربه حتى واحد ما تزاد بعيبه اللي بغى يديروا فيه الانسان ملي بغى يقول شي كلمه ويوزنها يندغها الله راه عطانا عقل ميزنا به على باقي الحيوانات حاشا وجاكم ماشي على اللي جات فمو شي كلمه يطلقها طلقتيها القاضي انا موجود ترابي هي اللي كاينه هنا الزيتون تاع زبيبين الزبده البلديه العسل والزيت العود واتاي بالطبيعه وقبلوا علينا وعلى كسكروتنا وهنا كيف ما كتشاهدوا الله يفتح عليكم بيبان الرزق وبيبان الخير وبيبان التيسير الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم هانتوما راني كنطوف وسط العافيه وسط الجدبه ومولا الجليج الله يعطيك عاد شي جليجه تزاد على ديك الجليجه اللي عندك في مخك باش تجلجي ما تصح كوكتي مرتك وطلقتك والله ما تبقاي في عنقي على تبقاي في عنقي انا راني واخد شمهاروش الله يوالديكم يا قلاله الترابي راه فمي طاحه وركبتو ميكا غتجي تنقز عيتي ولا تا بكومونتير تا سير ديها في راسك وشوف الجهه اللي ضارك اتصلت بامك نحيد لك ردك ايه
اللي كانوا العبيد مع الخدم بكري مع الحريم كيدوروا كويك في البلاصه الفلانيه بين البينات يا امك كويك في بين البينات عمرك ما تزويها واخد المصطاج قد القيدون غنوا ولا عيطوا لك غنوا زار العود وزار العود وليلى كوكوك وبنيتي كيديروا لي الالهام انا كنبغي نوعاه اللي مهتم بالطبخه ويدخل اللي بغى الفوكه يدخل من كل طرب فن المهم ان شاء الله ملي غادي نسالي هذه الحرفه ما كاين ما يدار غنولي عم هذوك الله يحفظكم